بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الغالين، حبايبي المتابعين الضارعين، السلام عليكم. حبايبي الغالين، أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. أعزائي نظر عيني، بدايتنا اليوم الاثنين من أيام الله سبحانه وتعالى. اذكروا الله جل جلاله، اذكروا رب العالمين سبحانه وتعالى، وصلوا على سيدنا ونبينا وشفيعنا يوم القيامة محمد. ترى سويعات ودقائق وثواني من دام لسانك رطب، اذكر الله. قال إن شاء الله سبحانه وتعالى اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة. يوم يدق علينا شبيدنا ورأسنا وقلنا يا الله يا رب خيلك، ويوم أنت صاحي تسرح وتمرح، بيمر في حد يمر علي يوم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا هاي حالتي، أجلس الحين في مطعم قلعة تسجيل سيارة، ويبون لي كرك حرية اللي غنى عليه الشاعر العود، شاعر من الشعراء الكبار. شو قال؟ في الشارجة مكانة شايب استكانة، شايب استكانة، كارك حرية محلى عمي في الشارجة مكانة. ايه المهم وين سايل ستي، والمشرج والمغرب يوم يسوع عندي ويا كراسي هاي في قرية التسجيل. واليوم الجو ما شاء الله طر، جو مزرعة. هل اني اسير المزرعة واسوي سميكة المشواي؟ مش عندي شغل نايف، لك حياة على البراد ما شاء الله. الصلاة على محمد، حبيت أسلم عليكم والله، ما عندي شغل ولا طباخ ولا نفاخ ولا سيرة ولا يهي، بس أطلع عليكم سلام عليكم، عاشوفكم وشوفوني على كل أحواط ودواره. لا هاي من طبيعتي أني أخذ يسن ورنة. إيه وين الكرك؟ أنت من مسقط؟ عدالي واحد من مسقط سلالة هي، وهذا هالي غنوا عليه شاهي باستكانة، هاي الاستكانة شاهي باستكانة، كارك حري محلى، وابوي في الورق، قصدي في الورقة مكانة، وفي الشارجة مكانة، وفي البداير مكانة، وحين بعد ما بخبركم وين بيكون مكانة، بتشوفون المفاجأة. انطلق هذا ما العالم انطلقت. وش عليك عن غيرك انت؟ روح عمي روح. حيا الله بالغالي. والله وقت مزرعة، لكن مشكلة الاثنين بداية الأسبوع عندي مليون شغل على رأسي، بس علي شوية. حيا الله بالغالي. يا السوبرات شو قاعد تعمل؟ حتى ما شاء الله غيم يعني صدق يوم حنا ذا. يا الله بالرحمة. يا لس يا ولد ابا بلاليط، بلاليط غاية البلاليط الحين دو الناس على الغدا هي الضحوانية، والمسجد قدامي بعد ما اذن. سبحان الله تعالى الشارجة يا ست خفيفة يوم تجلس تشرح القلب. انا روحي واحد من الناس، لو تودوني وين تودوني في الدنيا؟ هاي الدنيا كلها دورون بي الدنيا، ما هي براسي الا شيء اسمه الشارجة. سبحان الله تعالى، لو يعطوني ما يعطوني، ما اسوي ما اسوي، ما كل مكان الشارجة يا ست غير، ارقادها غير، روحها غير الشارجة. سبحان الله تعالى، ترى الاولين قالوا العادة عبادة، انا ولا غيري كل واحد متعود على مكان، كل واحد رابي في مكان. أحب أدري أنا كم سنة ولا من سنة سكتوا ما يقولون شو دايل هيم جايت من خرفكان، أظني كان حين أتذكر في 77 كان كذا، ما بقول من ويابني ويرتميت وهاهي وياتم وتمت، واشتغلت الدفاع المدني، وعقب سويت المطابخ، وعقب منه ومنك الحين ما اعرف انجلع. لا ما يعيبني،
حتى سعيد سالم قال عجبني هواكم يا اهل الشارجة. سعيد سالم المطرب العود غنى اغنية وهاري وبي اما هاري كون جبرز شاد بخاكي دقا بخاني شي ما يطلع وبلاليق والجو بلاليق وهذه بعد تفسير يا وراكم ما شو عندنا ناسي والله وقت الاسترخاء هذا وقت يعيد بطريق بيض بلاليق وعقب بعد عندي شغل في هاي بدبي دار الحي السر شيب قاوت الصبي من الغوة ومن تني بعد دبي روح يوس ها خمس ارتاح بس واسولف وادرش لين يدم الظهر والله الغالين ورعيانين يسألوني من الخليج من الكويت والبحرين والسعودية وقطر وعمان والبحرين والدنيا كلها والامارات يسألوني عن الابزار خلص صعب فعلا الابزار الحين بيجي من الهند حاويات بعد في دبي في جبل علي ما وصلوا على الدكان اللي يشتري عنه ابزار جديد ان شاء الله خلال الايام هاي بسوي ابزار حرية الرمضاني ابزار حرية الرمضاني اللي يخلي الفريد والصالونه تطبخه هنا 7 ريال 19 ريال اسمع يشم ريحة بزار ليش ان حرية صاحب الصنعة طباخ ويعرف شو اسم البزار وكيف صنعة البزار مع بصغير عد الدهر وزين وحوم تعلم البزار الله يرحمه ان شاء الله بالعظام الجنة امي كامل بتعلي رحمة الله عليها رحمة على أمي وحبا عاشر ودودي وحبا قابل كلمات يوم المسلمين إن شاء الله كلكم بزار مع كل قال كل من طبلة قال أنا قبله الحين سناب ترك هذا التلفونات تعدل اللي ما يتعدل لكن أخذهم عند أهل أنتو درومبا اللي الطباخ اللي عنده على أرض الواقع وناس نشارجهم غرب وتشوف هالمطابخ موجودة وشغلته وعشغلته كل بزار مكل بزار كل بزار بزار ونحب أحب أخبركم شيء دار درى ودار ما درى إيه عندنا بعد خلطة سرية أنا بدون أنانية لكن هاي شغل البيع بعد ما سلسلة تطلع شغل لا الطباخ عادي لا في أشياء وفي أشياء تتفنن فيها أنا مريت مصنع حلوة في عمان في وين في عبري أنا مسوي لغريفة صغيرة صندقة وش حقه قال هاي حق خلطاتي اللي حتى اخواني ما دخلهم داخل بس انا يلس فابزار حرية اخوكم بعد ليش ريحته ونوخته وطعمه ونكهته غير بعد سبحان الله انا ما بسأل نفسي انتوا ردوا علي حد شاف ابزاري عيله ليش ما شاء الله ما يتم ودهني ليش ما يتم من حالاته هي فاكم طيب خلال هاي الايام ان شاء الله يلو بيوزر بالبزار وبيحطيه ان شاء الله بتشوفونه وفالكم ما يخيب حبيت اسلم عليكم يلا تشاو باي باي السلام عليكم رديت ركبت السيارة وبصير وين الورقة بتغدى بس كلت هذا بلاريط متاخر انزين وعندك السالفه ويهف علي شو توقعون غدا عليت لحن سمعت هف علي فريد تعب اخبر خل انزل قام من دام موجود في السوق ما في حاجه حق مخلوق بخلي الخباز خبز العينه وبسوي لي فريد وبتغدى فريد بس ما بكل لازم عيوش 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 لا بغير وان شاء الله انا وياكم بعودة وصغيرة وانتظروا اخوكم حرية خليها تسموني فريد
احسن. ايه والله كريم، هاك الله بده مثل ما قال لبنان، شو بدك حريه؟ بدي سريه. شوف عامر تعال، وين الخباز؟ الخباز وين؟ يلا سووا لي خبز، سووا، تعال تعال سووا لي خبز رقاق، سووا لي خبز رقاق، يلا خبز رقاق مشتي. فريد 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 فريد، يلا هاي الشغله. نعم خبابيزي عندي، نعم يلا ابوي خبز، والتاوه موجوده يا ردهد. ايه هذا هو شغل عدل، لو انت توقف على راس عمل غير. بس اشتري خبز يا ابوي، تاوه محط طايب فوقه يا رهية خبز. يلا عاشوا عاشوا عاشوا، نعم ايه عدل عدل سوقا. اوه ايه وهاي القصة ايش حق تطولها وهي قصيرة. هلا هلا والله، هلا عيوني. تفضل آمر، شوف الريال، شوف زبايننا. نعم وهذا ابوي، هذا الحيدر، هذا شو هذا المندي؟ مندي يا مندي حرية. الله يرمس يرمس يرمس، وين صالون الدياي؟ وهذا مشبوس سمك، وين صالون الدياي؟ رامي الصالون هنا، نعم صالون الدياي. واويلا وين هي بالجدر؟ هي بالجدر هي بالجدر هي بالجدر. اشوف هذا وابوي، قول بكذا صا اشوف تندوكم الدياي. الله يا الله يا الله يا الله، شوفوا سوي لي فريد، دلعوني دلعوا ارباب دلعوا ارباب. نعم نعم ابوي، قال اللي في يدي القلم ما يكتب عمره شقي، وصدق كلام حرية ابوي. من يوم مصفوف منه وهناك ويا نفس تنبيه ما تشتهين، اشتهي الصحة والعافية طولة العمر ورضا الوالدين ان شاء الله ورب العالمين. الله يسلمكم ويطعمكم، تشاو. قال ندب رجال ولا تندب دراهم، بان الرجال تأتي بالدراهم. سووه اهو يا هو فري، يا الله يا الله يا الله يا الله. يلا ودوا فوق السبل هناك فتغدى. هذا انتم حافظيني يعرفون ايش ما لا بس جزاكم الله خير، مشكورين ما قصرتوا، بيض الله وجهكم. نعم مسوي لي يلس شعبيه، هي يلس عليها استان. شوفوا هاي يلس شعبيه، هي غير على الكراسي، ما داعي الكراسي، ما احب الكراسي. هاي يلستي، وصلى الله على محمد. والشيوخ الله يطول اعماركم ويحفظكم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحبايب، وش حالكم؟ بخيرين؟ يا ابوكم برد حرام علي يا وين اسير هالبرد، يباله مكان زين، يباله المزرعه والبق ضو. شفتوا الله، وحط بهاراتي عدالي، هاي البهاراتي نعم. وش عاد عشاي ما بعيوش، والعيوش تسوي كروش، وافكر شو معكروني بعد عنبر وخبلال، بيض طماط عندي، بيض دياي دياي مال المزرعه، وطماط وخفيف، لكنه بارد اليوم ما ادري ايش يودع. تو شهر اثنين، شهر اثنين وثلاثه هي، والنخل ما شاء الله نبت الحمد لله رب العالمين. وخلا اسوي الشكشوكه ويا شاي حليب زنجبيل والكوار بابج، يا الله يا والله. وشوف الضوء شو قال ابقى، بحط عليها هذا ايه ما هو مره مره سبحان الله، تقول مقايس ايه، شوف شو سبحان الله تقول مقايس. بطل الدهن، بطل الدهن بابا، ونسوي بيض وطماط. الناس شوف كم الكندور لابسه، شوفوا وهاي وحدة وهاي هنتي وهذه ذرة. نعم حرام عليك، كندور في الزرقة والمشخطة والصفرة
ويالله ويالله بعد تقفقف من البرد حاشا هي نعم ها بطل خلينا نسوي عاده نحن الجو الجو يساعد الله يا الجو الله يا الجو ما كذا نار الابقى ابوه والبصل والفلفل عبد الله يبقى له فلفل ها الجو حار ايه وكسر البيض ايه كسر البيض ايه ابو عبد الله ابو عبد الله طباخ حول بعد كويتي هذا ايه قوه شو تسوي موش شو تقول تقول ما شو حمل امربيان امربيان ولا معدس الحين اي نعم حق البرد شوف ما شاء الله فعيشكم الجو يا يعني. شو اسوي لكم بعد ما تهون علي لس وحنسته اي دام عيني شوفوا ساعد برد 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 تعب ابو عطني ماي شويه ولا شبع شوي كورة باني لازم يبالي شويه ماي ايه. عشان تكون البيض يلغلق ايه شويه تورا 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 بعد 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 شوي بس وهذا البيض هذا البيض اي نعم تعب ابو يود صغير يا ست أبو 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 يا الله يا الشكشوكة يا الله يا هي شكشوكة أبو خلاص أبو يحيين دائما كذا الشكشوكة ونغطيه يا الله نزل نزل برا جيب الغوري مع الشاي الحين سوي شاي حليب بالزنجبيل عشان نتذكر الشتاء بعد شبعين رمضان وبقى والله يا الشتاء حل ومر ولا حشاب العين ما رينا لا شفناه ولبقنا الضوء وسرنا البداير وسرنا البرور وسرنا الرحلات وبعد دوام الحال من المحال وراح الشتاء ويانا الصيف متى يوخلي متى وراح الشتاء هذا هو الحياة كذا الدائم الله جل جلاله لا بيت مقيض ولا بيت مشتاء اليوم بلبق ضو وباكر بلبق مكيفات وهيك الله بده شو بدك يا حريه شكشوكه يا ابوي يلا صبر يبتزق يا الحطه اي حطه حط هذا قدام مني عشان بيطفر يطفر عدالي يجيب اهي يا بيطفر الله حطيت الشكار لا انا ما يطفي وهذا هذا الزنجبيل والشاي على بياخذ بياخذ حد يب صينيه قولوا يعطونك مال الدنيا كلها وتاكل لقمه روحك طابخنها مسونها بيديك كأنك ماكل بوفيه هي نعم يا ما يحطون البوفيهات خمبوش ومنبوش ورمبوش ما يترس الراس والله ما تدري شو تاكل ياكل مسك بيض وطماط ولا فاصوليه ولا كذا روحك غير تحس ان طعم طعمه غير شوف احمد الزعتر الزعتر روح دول الصدر نعم على هالكوار وعلى هاليز يا عيني يا عيني شوفوا يا طباخ هي يا الزنجبيل هذا هو وحطينا هذا افتح تعال تعال افتح هذا يلا 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 عشاننا شعبي شكشوكه ابوه والثاني بعفتح هذا افتح كولو كولو بسرايه كولو كولو تورا تورا شعبي خليجي 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 من المطبخ حريه هذا الخليجي يا ربي احلى من العشاء شيء بعد عشاء ما شيء وعبد الله قوه إيه. كولو يا كولو 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 شكشوكه وبيض طماط وشاي زنجبيل يا الله يا الله يا حريه اجواك حريه طر اكيد اكيد النجوى يطر يا ربي يلا يلا
الدنيا يقول لك المال أول مال التالي الأول تحن عليه أمهاتي يدواتي اسمعوا شوفوا 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 هذا المال بالحب وهذا قد وشيء محطة وشوفوا السقف هذا يا ربي السقفة شفتهم واليلسة هاي أبو أم عبد الله يلسة يا رأي هو يلسة أبوها متنبه من السفرة الكويتية والمخدة ويلسة والصين هذا أكل هاي حياة حياة الخليجيين يا أبو عبد الله أي والله وهاي تشاهي الزعتر عدانا وتشاهي الثاني الحمر عدانا ودلالنا عدانا وكوارنا عدانا حين عادها بهاليامر بدخن يا الله يا الشعب والله العظيم يعني قاعدة خليجية والسوالف المحلية ونتذكر الماضي وماضي الكويت نفس ماضي الإمارات أول ما في هذا الشوارمة ما ووارمة يسألني أبو عبد الله يقول عن أول الشوارمة يسمونه الكويت قص سندويشة قص وعقب سموها الشوارمة لأنها الخبزة وارمة إيه أفتكر كده هالمصطلح عايش حاجة سموها شوارمة لأن الخبز وارمة سموها شواي بدل ما يقولون خبز وارمة قالوا شوارمة وقالوا هالناس أما نحن لا بعبا أقول لكم شوفوا يا شوفوا الغرفة حيبا أنتوا يا أبوكم الغرفة شوفوها هذا هذا السرير يوم قالوا حس السرير يا الصرصر والمؤسد زعلانة يا الله هذا أبوي الله يطول عمره وهذه المراحيم رحمة الله عليكم إي والله ما بغرفة نوم إي الله يغفر ليكم السلام عليكم انزين خلصنا العشاء عاد الحين يقول لك من دق الباب يا الجواب الالبان لا ما يتحط في الليل لا في كان في مادة هذا كيفهم أما كذا لا الالبان بعد غير الحين أنا بأخذ الكوار لعبج وهاليمر الله والمدخن عندي بدخن الغرف وبدخن الصالة وبدخن غرفة النوم وما يارس هي نعم الله خليك مرة تشعول أكو تشعول 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 هم 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 أحي هاي غشت بخور 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 عادي أبحطي البان محش علي ليوني بعسوا البلاوي ولا بعد ودي راسية ايه الدخول ما شفتش قايل ايه ايه يا دوت يا عاشة الله بالعظام مش الجنة هاي طاولة التعب وهاي المكينة مالها وعلي ان شاء الله يرحم هاي مكينة التعب وهذا المدخن تعوي الحين يدخن وهذا السريري هاي سيادة الصلاة مالها الله يرحمها ما عقيت أشوف بخليها ذكرى ما يدوتي عاشة رحمة الله عليها وين شيء مثل السيادة حين هاي ما شيء هي نعم يا رب يا الغلاء سارة ولكن قاسرتوا عن عسرتوا عن العيمة عسرتوا عن الخاطر ما شوفوا 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 واويلا هو أبوي شو هالعدل زمان وانتهى وروح هي نعم عيش يومك يا حرية مع الأشياء الشعبية يا الله يا الله